أنا منتظر أن يكون الشناوي جاهز إن شاء الله من الناحية الطبية والفنية عشان يقود حراسة مرمى النادي الأهلي في موقعة العودة لنهائي أفريقيا بعدما حصل على قسط كافي من الراحة في موقعة الذهاب. وطبعا يعول الجهاز الفني كثيرا أن يكون الشناوي جاهزا للمشاركة أساسيا في موقعة الإياب الفاصلة في حسم لقب الأميرة الإفريقية الغالية لصالح النادي الأهلي.